السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم جميعا. أنا أعتذر الفترة اللي فاتت أني قاطعتكم، كنت في حالة مرضية أسرت عني شيء مرضى المسلمين، والحمد لله العملية تكلمت بالنجاح وجزا الله كل من سأل عني واطمئن. بتكلم اليوم عن موضوع البخور، وهل البخور يطرد جن ويجلب نفع؟ وبعض الناس يعتقد أو أنه يخاف من عين الحسد يروح يبخر البيت ومبخر بيتنا وخافي من عين الحسد. بالله عليكم، البخور هذا الدخان يطرد الجن والشياطين؟ لا، ليطرد الجن والشياطين ويجلب الملائكة حضورها في بيتك قراءة القرآن والأعمال الصالحة في البيت. أما نعتقد أن البخور هذا أو الجاوني أو الشبة أو الحرمل الشبة في البيوت من أجنه يطرد الشياطين والأرواح الشريرة، شو الخرافات؟ ديننا ما نعتقد بهذا الاعتقاد. أنا بخر بيتي وبخر نفسي وبخر غترتي وتطيب والحمد لله الأمور طيبة، من أجل لما راح أصلي مع الجماعة ولا راح أزور أحد الحمد لله ريحتي طيب ومهتم. أما أني أعتقد بالبخور أنه يطرد الجن والشياطين، كلام باطل خرافة ولا تصدقون هذا اليوم. حتى في المسلسلات والأفلام اللي بعض الناس يمكن يقلدها، واضح المشعوذ والناس اللي عندهم مشعوذ ودجل يرشون بخور، يرشون يعني الشبة أو الحرمل. أو بعض المذاهب يعتقدون اعتقاد أني أنا كل يوم الصبح أحط شبة وأحط بخور عشان الجن والشياطين وتوخر العين والحسد. الله تعالى يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا ما قال البخار والدخان والطلاسم والخرافات والخزعبلات، لا، قال تعالى إلا هو وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. من يكشف الضر؟ الله. من الحافظ؟ الله. من المانع؟ الله. من القوي؟ من القادر؟ أما واحد يعتقد بالبخور يطرد الشياطين والجن، شل الخرافة شل العقيدة عند بعض الأمهات وبعض النساء وبعض الرجال. رحت محل مكتب سيارات حاط شبه ريحتها سيئة، قال تدري يا مطوعة والله خايفين والله من الحسد والعين وكذا. قلت بالله عليك البخور هذا وخر عنك الحسد والعين، توكل على الله تعالى فهو حسبه. وقال الله تعالى آية عظيمة، أليس الله بكاف عبده؟ الله ما يكفيك؟ الله ما يكفيكم؟ تلجأ حق بخور وطلاسم ورش مدري شنو، خذ المعمول ورش الجاوني ورش الجاوي وحط الشبة والحرمل ما يسمونه، شو اسمه هذا يحطونه؟ ما أدري حتى شو اسمه. فهذا كله خرافات وما نعتقد به. أعتقد أن الله تعالى هو الحافظ، احفظ الله يحفظك. شو نحفظ الله تعالى؟ أعلق آيات بيتي؟ لا، أعلق بالمحل بعض الأمور والمعوذات، ما تعلق أي شيء. شوف طفة سادة، أعتقد أن الله يحفظني بحفظه لما أقرأ القرآن على نفسي، ألقي نفسي، أحصن نفسي. أما أن أعلق الآيات وأنا ما فاهمها، أعلق الآيات وأنا لعلي لا أعمل بها، لا. فالواحد فينا أولا يحافظ على عقيدته أن الله هو الحافظ جل وعز، أن الله تعالى هو يكفينا بكل شيء، هو القيوم قائم بشؤوننا، متكفل فينا في الأرض هو الله تعالى، هو اللي تكفل بحفظ عباده. الله لطيف بعباده، احفظ الله يحفظك. أما حط بخور عشان العين، حتى أيضا أن بعض الناس يعتقد لما يشتري سيارة جديدة شو يسوون؟ شوف الخرافات، يرشون ملح، وبعضهم لا رش رز، وبعضهم يذبح دجاج ويحط رش الدم على هذا ويقلبونه برياني، حط جدر مضغوط وخلاص قلبها مشبوس برياني عند باب السيارة. شو الخرافة؟ أنا بعيني أقسم بالله كريم شفت واحد ذابح دجاجة ويرش الدم على التواير، قال والله يعني ذبحنا يعني الناس عيونها وكذا. قلت بالله عليك الدم يدفع عنك العين وينفعك ويدفع عنك الضر؟ شو الخرافة؟ شو الدين؟ شو العقيدة؟ عقيدة نحن أهل السنة والجماعة نعتقد أن الله وحده هو الحافظ، احفظ الله يحفظك. أما قضية أني ألجأ إلى خرافات أو بعض الطقوس، أنا أدري أنها عادات وتقاليد في بعض الدول، يرشون رز ويحطون ملح، يرشون سكر، يرشون دجاج، يحطون مشبوس ما أدري إيش، هذا كله كلام خرافة. شل عقيدة؟ علموا أمكم، علموا أبوكم، علموا الناس، علموا جيرانكم، الناس اللي عندهم طقوس وخرافات بدعية، قولوا الله الحافظ ولا لا؟ اسألوهم أليس الله بكاف، اقرأوا عليهم الآية هذه، أو الله تعالى أليس الله بكاف عبده؟ الله ما يكفي؟ الله مو الحافظ؟ نلجح حق غيره ينفع ويضر ويدوخر العين وكذا كذا. إذا اعتقدت بأن الدم ينفع ويضر ويدفع ضر، هذا الشرك أكبر، هنا في كمال التوحيد. أعتقد أن الدم أرشه ما أدري، حتى بعض الناس يرش دم ويحط بيده كذي كف، يحط كف على السيارة ويحط على الأبواب، على لما أشتري بيت أنا شاري بيت جديد أروح أذبح الخروف على العتبة، كلام باطل. لكن أنا شاري بيت جديد بذبح خروف بعزم جيراني ما عاد حرت، بس وين ذبحت؟ عند العتبة؟ لا، هذا خرافة وما يجوز. حتى بعض المتزوجين يا جماعة أنا أتكلم في باب العقيدة، هذه أمور نشوفها من بعض الدول. يعني أمس كنت في إحدى الدول شفنا عنده بعض الطقوس الغريبة وتهجب من بعض الناس حقيقة، يعتقد
داخل هذه العقيدة. احنا عقيدتنا ان الله هو الحافظ، احفظ الله يحفظك. والله تعالى هو القائم بشؤوننا وتكفل بحفظ عباده. الله ولي الذين آمنوا حتى إذا أرد من الله شيء فإن الله قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. النبي عليه الصلاة والسلام سأل بعض الصحابة قال يا رسول الله أربنا قريب فنناديه أم بعيد فنناديه؟ فأنزلها الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أي دعاء، دعاء لله وحده، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. راشد ما يلجئ إلى غيره، أروح عند قبر أو ذريعة أو أجي عند واحد مطوع، مطوع زاك الخير، واحد قال ثوني شال سيارة جديدة أبيها تتبارك لما تركبها، قلت والله ما أركب. شال الخرافة، شال العقيدة، ما أدعم سيارتك علمك شو البركة. إحنا ما فينا بركة، البركة من الله تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان. أما تتبرك فيني خلي تجي البركة تعالى بيتبارك فيك. هذا كلام صوفية، كلام أهل بدع، ما عندنا هذا خرافة تتبرك بأشخاص ولو كان من، كلام باطل غير صحيح. هذه عقيدتنا. أما نعتقد بأن المخلوقين، بعض الناس عنده أن المطوع أو الدين فيه بركة، شعاع يخرج منه أو بركة تنزل منه، هذا كلام باطل. النبي عليه الصلاة والسلام إمام الأمة يقول لفاطمة يا فاطمة إني لا أغني عنك من الله شيئا. هل الرسول ينفع ويضر بأمر من الله تعالى؟ لكن مو بنفسه، لا، ما أتبرك حتى في قبره، قال لا تجعل القبر يعبد من دون الله. حتى بعض الناس، بعض الناس يدعو عند القبر، عند الضريح، يجي عند الضريح يدعو عنده. طيب ادعو بيتك بمسجد بلا دولة قاملة، يروح عند القبر يقرب عند القبر يدعو عنده، شنو واي فاي قريب هني؟ ادعو الله تعالى في كل مكان. فقضيتني أعلق نفسي في بخور بخرافات بملح بحجر بشجر؟ لا، مثل لبس الخواتم، خاتم مراجعات، عندك معاملة البس خاتم الأزرق هذا 100%، خاتم كذا، ما نعتقد بهذه الأمور. آسف طوّف بهذا الشيء لأن هذا شيء مهم جدا، أنا قاعد أتبخر طلع على الشيء هذا، فقلنا خلينا نكلمكم بهذا الشيء الذي رأيته من بعض الدول وعندنا في بلادنا وفي بعض الدول الإسلامية. أسأل الله يحفظنا وإياكم بحفظه من صور الشرك والبدع والخرافات. قول آمين. أسأل الله تعالى بالأسماء الحسنى وصفات العلى أن يشرح صدوركم ويسر أموركم ويفرج همومكم ويجعل لنا من كل هم من فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. وأسأل تعالى يلبسهم لباس الصحة والعافية أجمعين، ويغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن لهم حق علينا. أسأل الله تعالى أن يحقق أمنياتكم، الله يحقق أمنيتك. وأسأل الله تعالى يسر أمرك وأمركم جميعا. شوفكم على خير، لا تنسوا دعاء كفارة مجلس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.